تعبان العب شو عم تحكي ايدك من على دقنك ما تنزل ايدك من على دقنك ما تنزل ما تستعبطش ايه يا برنم في حاجة اقوى شيء اسد يا كوتش اسد احلى شيء بالعربي مو هامني شيء يلا يا اسود اللي بضايقني بقى انا اقول لك ازيك يا باشا صباح الورد يلا صفن يلا كوتش فينا نطول شوية كوتش الوقت قد ايه يا كوتش في مجال نخليها معلش انا اسف انت في فكرة معينة صعب علي ليش صعب علي ياهل ازلف اقلب وجهك يا ولد اقلب وجهك ليه ما تقدرش ده فاضلهم جولتين ما خلصت جولتين بعد كده الخلايا دي اوكي احسن تعال
العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب 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 ابو هنا اوكي العب 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 هنتدلع 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 العب يا زلمة اقلب وجهك العب 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 عايزين لفك من عشان انا صورت فيس عايز اصور انستغرام الكابتن الكابتن قال لك اشمعنى الكبار يلعبوا كده لازم انتوا كمان تلعبوا لان المجموعه دي تعتبر كبار مظلومين انا اعلمك الظلم الحقيقي انا هعرفك يعني ايه ظلم دلوقتي عارف ظلم اللي هو جوز الام ظلم مرات الأب حتى